وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني واجوتني، يا ابن آدم إنك ما دعوتني واجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك ما استغفرتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو جئتني بقهاب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا للقيتك بمثلها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا هو شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار، فأحسنوا عرض أنفسكم فيه على الله، فإن الله أجل وأعظم وأكرم من أن تعرض نفسك عليه 150 مرة في 150 صلاة، ثم عند كل إفطار تقف على بابه وتقول: اللهم هذا أوان العتق من النار، فاجعلني من المعتقين، فيردك خائبا أبدا وهو أكرم الأكرمين.